من يتق الله يجعل له مخرجا. انت موديني فين؟ خطفني؟ طبعا انت جايبني هنا عشان ما حدش يشوفني معاك، صح؟ قال تعالى: ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ومفيش ايه بتتكلم عن الابن اللي ما بيزورش ابوه؟ ها؟ اللي راكب عربيه بمليون جنيه وابوه مش لاقي ياكل. مفيش ايه بتتكلم عن الرحمه والمغفره والتسامح؟ ما المصحف مليان ايات. ولا انت مش حافظ دول؟ اصل لو مش حافظهم ازعل قوي على ربايتي ليك. انا مش جاي عشان نتحاسب ونتعاتب في اللي فات، انا جاي علشان انا عارف انت جاي عشان ايه. جاي تعمل عليا كبير وتنصحني. الكبير كبير باعماله مش بامواله. طول عمرك قاسي يا دايوسي.